لسه مسلسلات دراما رمضان ومسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية متصدرة الترند بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسلات. وعلشان نتكلم أكتر ونعرف تفاصيل المسلسلات أكتر، معانا على التليفون الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ. أهلا طيب يا محمد وكل الأمة العربية طيبة. أهلا بيك يا فندم. في البداية حابب أتكلم مع حضرتك عن رؤيتك بشكل عام لمسلسلات الشركة المتحدة. يعني في قدر واضح من التنوع على 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 الانواع، انواع مختلفه. في وجود الكوميديا، مش بس الاعمال اللي جابنا على وصفها يعني من خلال اسماء نجومها انها اعمال كوميديه، لا كمان في مسلسلات بالنجوم لم يرتبطوا بالكوميديا زي يسرى مثلا في الف حمد لله على السلامه. هتلاقي ان في انه الجو فيها كوميدي، وانا شايف ان ده شيء ايجابي. في تاريخي، في عوده للروايه لاكثر من عمل، الروايه واضحه فيه، يعني في عوده مثلا لادب دكتور يوسف ادريس زي سر الباتع، في اعترافات زوجيه زي استاذ احمد باجت كاتبنا الكبير، يعني كمان في عوده لكتابات لكتاب كبار وبيتم معالجتها دراميا. الاجيال كلها موجوده، يعني الجيل الكبير والمتوسط والجدد، ففي تنويعه على كل المستويات. في ايضا الدفع بمخرجين جدد، عوده لمخرجين زي محمد سامي بعد فتره حوالي نحو عامين كان بعيد عن الشاشه، ففي الحقيقه تنوع. طبعا صعب ان احنا نصدر احكاما على الأعمال الفنية، لكن بوجه عام في قدر من الجذب لا يمكن إنكاره. التنوع أيضا واحدة من الملامح المهمة جدا في دراما رمضان. إنه في دايما هناك دفع بأسماء جديدة سواء كممثلين أو حتى كتاب. الورش الفنية موجودة مع الكتابة الفردية، وده يجب ان احنا ندرك انه مفيش حاجة اسمها نظام افضل من نظام. انه مثلا يقول لك ايه، الورش بتطلع اعمال مترهلة او اعمال غير متناسقة، والكتابة الفرد فرد يكتب افضل. لا، العمل الفني بيطرح طريقة تناوله، ده يجب ان احنا يعني نذكره. صحيح. عودة حتى للفصحى. ده اللي كنت عايز اكلم حضرتك فيه، العوده للمسلسلات الدينيه يا اسطوري. يعني حضرتك شايف الامام الشافعي شايفه ازاي؟ واللغه عوده مجددا للفصحى، لان احنا محرومين من اللغه الفصحى اللي هي اللغه بتاعتنا. طبعا بدعوى انه الجمهور لا يتقبل، وده مش صحيح. الجمهور يتقبل اي شيء جميل، يعني شرط الجمال هيتقبله. ففي عوده كمان للتاريخ بلغه فسحة والناس تترقب ده. طبعا في اعمال فيها انفاق يعني على مستوى الانتاج لانها بتتطلب ده، زي سر الباتع في انفاق. صحيح. لان عمل في جزء من التاريخ او في عوده في يعني الزمن متارجح اللي عمله خالد يوسف، زمن موغل في القدم بيعود قرنين وبيرجع تاني للحظه الحاضره. فده طبعا بيتطلب التكلفة انتاجية، لكن في توجه بانه لا، في انفاق. وانا رايي ان الجرأة الانتاجية بتساعد كتير على الابداع، يعني انما انك انت تعمل عمل وانت محاصر بسقف مالي معين بيقلل قوي من النتاج. صحيح. حتى الان في لنا يعني في قدر كبير من التعدد والتنوع والاجيال. انا شايف عدد كبير من الممثلين بيمثلوا اجيال متعدده، يعني وده كله بيصب قطعا لصالح الفن المصري. حضرتك عندنا مسلسل الامام الشافعي كمسلسل ديني، هل ده عوده للدراما الدينيه بشكل اللي كانت عليه من 30 سنه مثلا او من 40 سنه اللي كان كل رمضان بيظهر فيها اكتر من مسلسل ديني؟ حضرتك شايف الجزئيه دي تحديدا ازاي؟ بص، هو احنا تربينا على كده، يعني انا من جيل كان بيبدا عارف ان في مسلسل محمد رسول الله مثلا، ده كان متعدد الاجزاء، كلنا كنا لازم نتفرج عليه ونتفرج على مسلسل كوميدي
يبقى في حاجه مثلا للفخراني او لمحمد صبحي، حاجه كوميديه مع عمل بقوه ليالي الحلميه او رأفت الهجان، او يعني احنا اتربينا والفوازير. يعني يمكن الشيء اللي بنفقده الحقيقه، وده اتمنى ان احنا نلاقيه، ربما نجده مع دنيا سمير غانم. يعني الفكره انه يبقى فيه عمل استعراضي خفيف، ما هوش فوازير زي اللي قدمتها ليلي وشريهان وسمير غانم، لكن في نوع استعراضي الغنائي ربما نجده، وغالبا يعني ده التوجه ان هنشوفه مع دنيا سمير غانم. طيب لكن حضرتك طبعا بنفتقد وجود طبق الفوازير. طيب هل الفوازير ممكن يعوضها بعد كده مسلسلات الكوميديه؟ يعني مثلا لو قلنا، لو حضرتك اتكلمنا مثلا عن المسلسل الكبير، او بلاش نحدد المسلسلات، لو اتكلمنا في العموم، مسلسلات الكوميديه ممكن تعوض الجزء الاستعراضي بتاع الفوازير؟ لا، ده نوع وده نوع، بس جميل انه المصريين في نفس اللحظه بيفطروا مع مثلا كبير قوي. السنه اللي فاتت ده حصل، والسنه دي يعني ماشي كويس. يعني عايز اقول السنه اللي فاتت كنا بنفطر تقريبا على نفس المسلسل، عشان الناس تحب ساعه الافطار انه يبقى فيه بسمه او ضحكه. لكن الكوميديا حاجه والفوازير حاجه تانية. لا يعني طبعا اتمنى ان يولد مخرج بموهبه الراحل أكيد فهمي عبد الحميد، ويرجع لنا عرش الفوازير الجميل. بالنسبة، معلش أنا بطول على حضرتك، بس برضو عايز أعرف من حضرتك أكتر، بالنسبة للمسلسل الكتيبة 101، يعني كمسلسلات وطنية تناول القضايا المصرية بطابع وطني أو بشكل وطني، رأي حضرتك فيها إيه؟ ده طبعا توثيق التاريخ اللحظي، لأنه خد بالك إنه اتعودنا كلمة تاريخ إنها موغلة في القدم. لا، التاريخ اللحظة أيضا وثيقة وتاريخ، مع وجود وثائق، مع وجود على أرض الواقع بطولات نراها جميعا لرجال قوات مسلحة ورجال الداخلية. مهم قوي إنه ده يتم تقديمه، وده منهج شفناه في الاختيار ثلاثة أجزاء، وكان فعلا وصل للذروة. بيتر ميمي في الجزء الثالث المخرج يعني، وصلنا لذروة الاختيار، فكان تمام. ينبغي إنه ينتقلوا للكتيبة 101 وغيرها وغيرها وغيرها. فده طبعا أيضا شيء لازم نذكره بكل يعني اعتزاز. صحيح، الناقد الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا، أشكرك. شكرا. وزي ما قال الأستاذ طارق الشناوي، وأثنى على التعدد اللي بتقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الخاص بمسلسلات رمضان السنة دي، أعمال كتير مختلفة، ما بين طابع مختلف، طابع الوطنية في 101، عندنا مسلسلات أخرى كوميدية، مسلسلات ذات طابع اجتماعي، مسلسلات درامية، مسلسلات كمان بتضرب في التاريخ أو بتتنقل زي سيرو الباتع ما بين التاريخ، بياخد لك الحدث وياخده على مستوى أكتر من عصر، ما بين الحادث والماضي، والماضي كمان بدرجاته المختلفة. ده الوضع اللي وضعتنا فيه الشركة المتحدة بثقل فني وثقل ذهني وإنتاجي، ووضعت أمام الجمهور المصري والجمهور العربي كذلك، على كل لون من المسلسلات، كل لون من الأعمال الدرامية اللي أي مواطن مصري وعربي، لو حضرتك بتحب لون تاريخي هتلجأ للون معين هتلاقيه موجود، ديني برضه هتلاقيه موجود، كوميدي اجتماعي هتلاقيه موجود. ده اللي عودتنا عليه الشركة المتحدة خلال السنوات اللي فاتت، ومكملة كذلك خلال هذا العام، وإن شاء الله خلال سنين قادمة. ده كان رأي الناقد الفني الكبير طارق الشناوي في أعمال الشركة المتحدة خلال رمضان الحالي. نلقاكم في نشرات جديدة. شكرا جزيلا.